فتنر معقول إذا بسوم قيقت فكونا أول خاصق بفكونا معقول زقونا حقورهم فإيجو حرب فتنة قورهم وخثاب فإورا ثم تنكشف عشق جميع أر وقرق قبوتني وإيجت يؤ وتجيء الفتنة عشق الناس فتنة قوت فيقول المؤمن هذه ما أر ما أرزي غونا أختر يعني تدشي تغسس سكت غفتنو قينو أرقيني شبر يا ريت قير غزج أش تدشي يعني وقت تزدك شو أشتغل خاب زخر ودجرت وأكما قار غزج نبرة يعني نبرة ميدج جار بود غوية يعني جفت زوي يعني حالة من ستي أو فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة جهنم بتجور خني جنة من ريحان فاير يأوى فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر يعني صنغر قغس يأوى لا إله إلا الله متتو حرب ششرخو آخرة رب ششرخو جافتنا كما زابغ غدي لقن ودين بعرض من الدنيا والشقن أوف فصجا زبصع صغورة فصجا أو زجعل غورة فصجا أو كتشمع أوتي أو قزدلع جهرمع أوتي أو مفتوق سبتلتكي أو إلى آخر بسبب من الأسباب قسم أعغكو زغورة بزيم غديل ودين والشقن بعرض من الدنيا ويمصعكو الشاني وشقال يأب يعني وآخرت قسنيت قز السرم تلوج جهنم بشفو أعطي تلي أورا يا أوجر فابشوق بخيك إجدار تلوج على لا إله إلا الله بخيك إجنفاي توحيد جو صلى جنفاي جهنم بحراغما جهنم بتشجو خراغما عش جاي قتب وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه يعني وشغوق بدخنو ويجعسر صف خمي تلوج قاعد أخنو شغو يا فتو داخل هيك تصف ما تلوج واخه تنفاي هيك زفدتا ويق وإيمان قال الرسول قال الله يخروم أزخرم يا دروس ديني هموقعك أزخرم يا صحبة صالحة مواربس أزخرم يا جامع ميحو أزخرم يا قرآن أزدفكي ويق أزخرم أمرو رمخوت موابثو رم خطر زبغو صعب أمواري غسو إلى آخره مرم رزف دم تلكتا مدر غوغو متت ما جنة غوغو متت يعني نحبر تلوش قبغ خنيت لا إله إلا الله مدر غوغو متت غما وتونو خحنيت أرتي خطيس بجرب تلجنفاي خط زلي غسر تلو زي بخرر خط زي دقرر تلو يقب شساكا إلى آخره شتا؟ ولا جنفاي لا إله إلا الله جو صار عقوق زخرم قبغ خانو لا إله إلا الله هر جمق ذيك الميزاقب جش فلا جنفاي لا إله إلا الله سويش قم جش وشخون غوي أنفاي بذا قم جا قب أنفاي ويبقي جو ولا جنفاي لا إله إلا الله لا إله إلا الله قب أمو وصلما خلاصب قار لا إله إلا الله مي معنر عرفتي شيء أغر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه يعوا شوق بدخنوز فايت صف ميقع دخنو يا 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 بس في أرى حديث أنس في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه في عشي شي عشي إيمان يغقور أختب حتى وو شوز فبتغ جرى دغوق بدخنو داخو ويشي يبسو وغفنس وجسنا يا ريت يجريخ درخ قزي شفرم وتكسية دوحت فباح يا رب نختم غاف يا ربي تكسيك غتخيك يا رب فز دغوي غوت يا رب جل دغوي غوت يا ربي يجن ناجي حقوق يا ربي حياتي ناجي حقوق يا ربي أفرح تفص يعني شو أصلي أقول خير هر إذا بدخلهم فدقات زوري صف ما قاعد أخنو صف ما دعكو واختنو طيب في أرى حذيفة بن اليمن حذيفة بن اليمن بغنبارم صلى الله عليه وسلم منافق مدينة مدسكري غصاص يتكافة قابس شفو بغنبارم يأوكتر يصخرر قريغاصو شتاو حذيفة في أرى حذيفة مسقي أتجي كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير يعطف خي وبتطغي بغنبارم صلى الله عليه وسلم شغوش أخمجا يا رسول الله سيان شغو بصانوش أر يا رسول الله سوق زري نجدر إلى آخره صفحة كيف تقال بخاري خير مجيب يا وبتفوش تغيوا سيوا وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني سأزري وبتغت له خذي فمي أرى ديمي جوا ثوزي غونا خطر ثوز دونا خطر شتا
زوجرجس كم حنو زوجرجس استعفما فيك غر فيك شبرز شنو تحتو فيك إلى آخره في أورر يوبشاي أزمع فقرم يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر قبل الإسلام يا رسول الله جاهلية متختو دايم تختر بسم دينر قد أجمع حاغو عشر دقائق سري دايم تختر غوغر طعام تتتر تحم هداية تختيم تغو تحم هداية بسم ما تحش بسم نر بسم صغي زب سور بس خد بسم حقيقي هداية الله سبحانه وتعالى قزري تغرار أرتي تحبش بسم ما يكتر جاهلية ترى غوغر طع غرتتو أرتي يعني هداية قزوي ترم الله سبحانه وتعالى قزغر على بسم دين حقيقي وزدته الحمد لله بون فايقة فسقوي حالتك في ورفة جاءنا الله بهذا الخير تحم يوم خير من شغر دين طلع طرقت في غطايا فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله ساسي سؤال هيك مدم تخاغو تزهتم مدم دين داغو تزهتم مدم صحبة صالحو تقزلوي غسام يقوش جاء مخيرم داي قرقة بغوك نشأ في ورفة صلى الله عليه وسلم نعم يا شئ يا داي قوت قال حذيفة وهل بعد ذلك الشر من خير أشقو جم أديب قو جم هيدي يا رب يا رسول الله أمل شاء خير دهزقك وجنو في أغب غنبارم صلى الله عليه وسلم نعم بس لو وفيه دخن يعني قاب زقك وجدب إنما يعني شبهات كهت يعني قاب زو خير بتدقي وزكي غوقت هدها سوج شأته قال حذيفة رضي الله عنه قلت وما دخنه لا وزكي غوقتو وزكي غوشتو ومقعب زوت لو خطلتر قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر يعني تصفح قوته ساسي غوغ نمجرى غوغ سوج ديني احن جيجته طيب غوغ ارطاها يعني تصفح قوته قوته بسم الله ما شاء الله بس يجرهم على كيفهم يا شحق زرتاح دينا سوج يا حنفاي اشي قوجم دها شرش شرم يقوجه خيرم يقوجه شرش أتا يعني خير رقك وجده هيك ثلاث أغر خير رش شر زخل هيك أشي قوجه ده هز شرش أتا ثلاث أغا نعم يقع ده هز شرش أت دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها يعني جنة جهنم بشم أسخ صفر دعوة ياصي تفتيك تدعوة تصو لبسون جيك دعوة تصبح دعوة زرت صنف دقاب تدين زد غصر عقو جف دقاب تصفكش إيه دعوة يا صو جهنم مرادت طيب جار قصة تي أغ شره يا رسول الله خد أخك تواتك تي أغر آخر يواغ صارو نم دسخرة ر كتشوه أو أمريكا مسخرة ري أغا لا تي أغا يبخ هم من جلدتنا يعني تقد شيشه طيب ويتكلمون بألسنتنا أدقب زجر بشأه وهندي ما هندي قب دوكشات وعربي ما عربي قب دوكشات وقبشش أدخنا معقول عربينا معقول طيب هندي ما وهندينا معقول جخا مثلا أوف دعوة ياصو جهنم مرادزت وزاد أورم طيب لو جم فدك أخينا مجرى حديث جا رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس يعني أخذ صفه ياسك أجا بس ياك وتصله قول شيطان قيلر طيب ثلاث قطع أزغمة يا رسول الله أش سخافنا غنبارم يعني قول كقفري قوته ودرري وبش عقل زر وبش تري صو تلزم جماعة المسلمين وإمامهم يعني جزغم يا أفدا مسخافرم بسم جماعة أهل السنة والجماعة مريوسات إمام رما خليفة رما خليفة بسم ما أبا إمام يا جماعة يقوه يا جماعة مسك بغزقون نبيج شاب خليفة نبا يعني ولا مرة ومو ساسي حزب سزري غسر سا حركة إسلامية رار سا صوفي هرار سا تحريري هرار سا دعوية هرار لا زبسهم قيت بسمن ساس أدغ سا أدغ بسمن أدغ ساس حرار أو هندي بسمن شاب أفدا يعني وزري غساتي وأغلت لوجه بسمن جماعة ترارة في معنى أش أهل السنة والجماعة صوفي خري تحريري إذا بسور لو قد تبتغك وتحركي إذا بسور صقرك ورب إذا بسور أهل السنة والجماعة جخرار وزري بسطريقه